قررت كلمة نفتح له الشريان، نفتح له الشريان. كيف تفتحوا الشريان دكتور؟ خلينا نوضح للمشاهدين. يعني جبنا هاي إذا ممكن نوريكم، إحنا بندخل عن طريق كما أسلفنا عن طريق اليد أو عن طريق أعلى الفخذ. طبعا في حالات الجلطات أغلب الأطباء بيلجأوا إلى الفخذ. نعم. ليش؟ لأنه في سرعة، يعني خلال ثواني ممكن أنت تصل تأخذ الصورة اللي أنت بدك إياها من التخطيط. أنت طبعا كطبيب ممكن تعرف هل هو الشريان الأيمن اللي على الجهة اليمين أو على الجهة اليسار، فأنت بتدخل بخلال دقائق تكون أخذت الصورة. هلأ أخذنا الصورة وشفنا إنه في شريان مثلا في وسطه في منطقة مغلقة، ندخل هذا بنسميه إحنا السلك، راح أوريكم. نحكي عن هذا الاستخدام الأول في عوافي. عن هذا الاستخدام الأول في عوافي، بس حابب إنك السادة المشاهدين يشوفوا هذا. ايوه تفضلي. يعني هو اقرب يعني شيء لخيط معدني. ايوه خيط معدني. هذا يعني سمكه رفيع هذا جداً. الطول دكتور ولا يختلف طوله؟ يختلف. في طبعا في بيكون حسب الاجهزه المستخدمه، في بلالين بتكون بتكون اطول، وفي بس هذا تقريبا الافرج. بس اذا نلاحظ انه يعني بنحكي عن شيء يعني قد رفع شعرة يعني شغلات دقيقة بالضبط. وخلال هذا بندخل، تخيل لما انه الواحد يدخل من اعلى الفخذ بده يحرك هذا السلك لما يدخل لجوا الشريان. هلا نفرض انه كان في عندنا انسداد ودخلنا بهذا السلك، لو سمحتي بس امسكني شوية نوريكو البالون اللي بنستخدمه بالضبط هيك. يعني بيكون احنا شغالين مع المريض واللي بيشتغلوا معانا التيم المرافق، هذا هو البالون. طبعا بيكون معقم ومعطوط اسمه. كل البالونز بيكون لها طول معين لكل مريض بالون حسب الصورة. نعم. احنا خلال اخذ الصورة بنعرف كم طول البالون اللي يجب استخدامه وكم عرضه. عظيم. لأنه ما بنقدر نستخدم بالون أكبر من حجم الشريان، لأنه هذا قد يؤدي إلى تمزق في جدار الشريان. هذا والله يا دكتور يؤكد على ضرورة التنبه إلى مهارة الطبيب أكيد قبل ما نجري أي إجراء يتعلق في القسرة أو حتى أي إجراء آخر يعني في وظائف الجسم بشكل عام. طبعا يعني ما هنا تأتي الخبرة وتأتي دور، لأنه هاي طبعا كما أسلفتي يعني المريض بيكون تعبان، المريض ممكن يكون غير متعاون بيتحرك، المريض متألم. نعم. فكلها إجراءات. هذا هو ستي البالون، كلها شغلات طبعا معقمة بتكون دقيقة. فبندخل هذا هو البالون. هلا راح أوريكي إذا لو سمحتي كيف إحنا هلا إحنا داخل الشريان المغلق وبدنا نحاول إنه نفتحه بالبالون. طبعا البالون يدخل وراء السلك. نعم. هلا احنا بنستخدم ماء يعني زي نافخ، ما بنستخدم فيه هواء، بنستخدم سائل. السائل هو عباره عن يعني النورمال سالاين او الماء مع جزء من الصبغه اللي بناخذ فيها الصوره. ليش؟ عشان نشوف انه الصبغه جوا البالون، نشوف انه انتفخ البالون. اذا بتركزي بس هلا على البالون نشوف كيف لما البالون ينتفخ، هي هيك نفخنا احنا البالون. هذا البالون بيكون جوا الشريان مثل الكبسولة دكتور. هلأ احنا بعد ما انه نفتح الشريان ونعمل مجرى للشبكية الدعامة. نعم. هلأ ايش بنسوي؟ بنسحب الهواء اللي احنا حطيناه بالبالون، البالون بنقبض وبنطلع. البالون ما بيضل مع المريض. المرضى بيسألوني الأدوية يتم أيضا إيصالها عن طريق البالون ولا عن طريق جزء آخر في القصر؟ نفس الأنبوب اللي إحنا جوا الشريان فيه ممكن نحقن في البالون. هلأ المريض فتحناه بالشريان، بس لازم نعمل له قسطرة. أوريكي بس الشبكية. هذه الشبكية يعني نقول محور آخر مختلف تماما يطول الحديث عنه. نعم الشبكية. لما نقول شبكية دكتور يقدر الواحد قديش يركب يعني معاه؟ طبعا هو كل ما زاد عدد الشبكيات كل ما طبعا كل شبكيه لها مشكله انها ممكن تتضيق، فكلما زاد عدد الشبكيات كل ما كانت نسبه انه الشريان يتضيق بتكون اعلى. نعم. فاحنا بنحاول انه ما نستخدم عدد كبير، لكن اذا سالتيني يعني اكثر شبكيات في جسم انسان حوالي 34 شبكيه في نفس. نعم. المريض. فاذا كان الهدف هو انقاذ حياه المريض
يعني العدد لا يهم، بس بنحاول دائماً. على ماذا يعتمد؟ على على عدد. مرات بيكون الشريان الأيسر الهابط في انسداد فبده شبكية أو تنتين. نعم. بكون الأيمن الهابط في انسداد، فإذا كان عدد الشرايين المغلقة كتير. كفاءة الشبكية دكتور على ماذا تعتمد؟ كفاءتها بتعتمد على حجمها، كل ما كان قطرها أكبر كل ما كان نسبة انسدادها أقل. نعم. كل ما كانت أقصر كل ما كانت. المريض شريك في نجاح الشبكية وإطالة عمرها؟ أكيد بيعتمد طبعاً، سألتي عن عظيم، بيعتمد على الطبيب المعالج، هل اختار الحجم المناسب؟ نعم. هل اختار الطول المناسب؟ هل إنه لما حط الشبكية حطها بطريقة إنها يعني فتحت الشريان؟ نعم. بطريقة مناسبة؟ طبعاً كل عمل الطبيب. المريض إذا ما بأخذ المميعات، إذا ما بيلتزم بالأدوية ممكن. نظام صحي دكتور، الرياضة، النظام الغذائي، الحركة، لأن الشبكية لا تعني التعافي التام من أمراض القلب. لا، الشبكية هي مساعد وليس العامل كله. يعني الإنسان لازم يلتزم ب أوريك بس الشبكية. لازم يلتزم. هاي الشبكية دكتور. أيوة هذه الشبكية. هاي نفخنا الشبكية إذا شلحتين. هلا لو مسكتي أنت الشبكية، هلا الشبكية حطيناها وسنترناها وين الانسداد. أيوة طبعاً. دكتور ممكن تتحرك من مكانها بعض المرات؟ صعب صعب، لأن هي تلتصق بالجدار. تسوي وخزات دكتور؟ لا لا، في ناس هلا بعد ما إحنا نثبتها مكانها البالون بنسحبه، إذا ملاحظة الشبكية أوه. تبقى في جسم الإنسان بتعيش معه طول حياته، يعني ما في إشي إذا حافظ عليها. إذا حافظ عليها. نعم. بس في ناس بحكي لي ممكن نسحبها نطلعها، طبعاً لا، لأنها بتصير جزء من جدار الشريان تبع القلب. عمره مريض إجاك دكتور وقال لك يا دكتور شيل لي الشبكية أنا قاعد أتوجع منها بعد فترة؟ هو خير إلي أنه قاعد يتوجع منها لكن فيها هي كان لأسباب أخرى. يعني ما صارت، بس هي كمان زي ما أسلفت لا يمكن إزالتها، بتعيش مع الإنسان طول حياته. مش البالون بنطلعه لبرا بس الشبكية بتبقى معه. طبعاً إنه في ناس بقول لك حاسس فيها، هذا يعني كلام غير علمي، توهمات. نعم. نعم. إذا صار انسداد بالشبكية بندخل خلالها بالون جديد وبننفخ البالون وبنوسع. ما راح يصير تمزقات أو مشاكل؟ إذا اخترنا الحجم المناسب والطول المناسب. لا. مدة القسطرة كم دكتور؟ القسطرة كقسطرة يعني ممكن 5 دقائق. في أسوأ الحالات إذا طالت المدة وتعقدت الحالة؟ كقسطرة تشخيصية أم علاجية؟ علاجية طبعاً، حسب إذا كان الشريان مغلق وإله فترة طويلة وفي تكلسات ممكن تقعد في، يعني إذا كان ممكن تقعد 4 ساعات 5 ساعات. نعم.